السلام عليكم، لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله. السلام عليكم، نتمنى من كل شيء يكون بخير وعلى خير وتكونوا بصحة جيدة. الفيديو اللي درت اليوم خصصته للأساتذة ديال التعليم الأولي وكذلك الأساتذة ديال التعليم الابتدائي. هذا الفيديو طلب من مجموعة ديال الأساتذة اللي طلبوني باش ندير لهم هذا الفيديو كيفاش يتعاملوا مع الأطفال اللي عندهم بعض الاضطرابات في القسم. قبل ما نقول لكم كيفاش تتعاملوا مع الاطفال اللي عندهم الاضطرابات في القسم، غادي نشرحوا كل اضطراب واشنو هو واشنو كيعني عاد باش ندوزو كيفاش خصنا نتعاملوا. عندنا الاطفال اللي كيعانيوا من اضطراب التوحد. كيف ما كنعرفوا اضطراب التوحد هو اضطراب نمائي شامل، يعني عنده مشكل فرط في الحركة وكذلك مشكل في التواصل وكذلك مشكل في التواصل البصري والسمعي، ما عندوش الانتباه وما عندوش التركيز. هذا بالنسبة للأطفال ديال التوحد. غندوزو الأطفال الأخرين اللي عندهم صعوبة التعلم، وهم اللي كنلقاوهم بزاف بزاف في القسم والاساتذه كيتعصبوا معاهم وهما راه ما عارفينش بان هذوك الاطفال كيعانيوا من المشكل. انا ملي كنت في المدرسه كنت دائما ملي كنجي لشي قسم وكنلقى الدراري عنده اضطراب كنلقى الاستاذه كتغوت كتقول لي ما بغاش يفهمني، كيكتب لي التاريخ بالمقلوب، كيكتب لي كيقرا لي الكلمات ما مفهومينش. انا كنحاول بما امكن نوصل لهم المعلومه ديال انني هذاك الطفل راه ما كيديرهاش لك بالعاني، هذاك الطفل راه كيعاني من واحد المشكل. هانتي شوفي حاولي تعطيه شي حروف بحال ما غاديش يعرف ليهم، حاولي تشوفي حاولي انتي تملي عليه راه ما غاديش يعرف يكتب راه غير كينقل ولا حاولي. يعني كنا كنديروا بزاف ديال لي تيست باش كتعرف ديك الاستاذه راه فعلا داك التلميذ راه عنده مشكل. غادي نهضروا على هاد الاطفال هادو اللي هما كيف ما كنعرفوا كيعانيوا من صعوبات التعلم. كاين الاطفال اللي عندهم عسر في القراءه، كاين الاطفال اللي عندهم عسر الكتابه، وكاين الاطفال اللي عندهم عسر في الحساب، وكاين الاطفال اللي عندهم عسر في الحركه، وكاين الاطفال اللي عندهم عسر في النطق. هاد الاطفال هادو كيعانيو من صعوبه التعلم. باش غنعرفو حنا بعدا كان عندهم كيف ما تنقولوا غير صعوبه التعلم وما عندهمش مع تاخر، تيكون الذكاء ديالهم عادي ولكن المشكل ديالهم كاين غير في القرايه. يعني كاين فرق ما بين واحد عنده يعني عنده الذكاء عادي ومشكل غير في القرايه، يعني كيعرف يتعامل كيخرج كيتسخر كيمشي مدرسه بوحدو كيلبس حوايجو بوحدو كيجيب بوحدو، ولكن عنده مشكل غير في القرايه. هادو كنقول لهم الدراري اللي عندهم صعوبات تعلم. عاد كاينين الدراري اللي هما عندهم كيف ما تنقولوا عندهم اعاقه ذهنيه. هاد الاطفال اللي كتكون عندهم اعاقه ذهنيه هما الاطفال اللي متعرضين لاختلال وظيفي فيزيولوجي او سيكولوجي او ذهني او هما معا. يعني الاطفال اللي كيعانيوا من تاخر ذهني راه ماشي هما الاطفال اللي عندهم صعوبه التعلم. يعني الا كان مشكل ان الدري عنده مشكل يعني ما كيعرفش يكتب وما كيعرفش يقرا وما كيعرفش يدير بزاف الحوايج، عاد ما عندوش الانتباه وما عندوش التركيز وعنده مشكل ان ما كيعرفش يلبس حوايجه، ولا كي عنده مشكل يعني في شي حوايج اخرين مرتبطين بصعوبه التعلم، راه كندخلوا حنا في التاخر الذهني. ما كيبقاش عندنا غير صعوبه التعلم. يعني كيف ما قلت لكم صعوبه التعلم راه كيكون عنده غير مشكل في عسر القراءه والكتابه وعسر الحساب وعسر النطق وعسر الاملاء. هنا غادي نوضح لكم كل الاطفال كيفاش خصنا نتعاملوا معاهم. الاطفال بعدا خصنا ملي بان ليا ان الطفل عنده شي مشاكل راه كيخصو تشخيص، والتشخيص كيدوز من عند الطبيبه النفسيه اخصائيه الطبيبه الاخصائيه النفسيه للامراض العقليه هي الاولى اللي كتصيفطهم عند التربيه النفسيه الحركيه وكتصيفطهم عند ترويض النطق. عاد باش كنشوفوا عاد كنشوفوا لي نوغوبسي هما اللي كيشخصوا لنا هاد اشنو هو المشكل اللي عنده. ملي كنعرف المشكل ديال الطفل ان راه الطفل هذا راه عنده هاد الاضطراب وعنده هاد المشكل او عنده صعوبه التعلم، راه ما كنبقاش نعامله بحالو بحال الدراري الاخرين. يعني الدراري الاخرين كيتعاملوا بواحد المعامله، وهادو كيف ما حنا تنقولوا ليها تربيه خاصه،
خاصهم واحد التربيه اللي هي خاصه اللي كتماشى مع المشكل اللي عنده. كيف ما تنقولوا، حيت كاينين اطفال اللي كيكون عندهم فرط في الحركه، وحنا كنجيو تنجلسوه النهار كامل في القسم، يعني غنجلس الطفل النهار كله في القسم، ما يمكنش، غادي تزيد هذيك الصعوبات ديالو، غادي تزيد تكبر. داكشي علاش غادي ندير لي، غادي اول حاجه خصو يكون جالس حدا الاستاذه مقابل مع السبوره قريبه منه، باش كتعطيه مره مره داك الاهتمام، باش ما كيكونش عنده داك الفراغ. ثاني حاجه ملي كيبغيو يتعلموا كيخص يكون عنده هذاك الدفتر اللي غيقرا فيه بوحدو هو اللي محطوط فوق الطاوله، وينوض مره مره القسم، يعني ماشي بحجه انه ينوض والو، يعني هاد الاستاذه غتقول لي هاد الدري مسكين مريض راه عنده فرط في الحركه وحنا قلنا ليها خليه ينوض يضرب دوره. لا، ما تقولش ينوض يضرب دوره، غتقولي بحال مثلا نوض مسح السبوره. كاع التلاميذ اللي كيكون عنده هاد المشاكل اللي ما تيقدروش يجلسوا، من الاحسن حنا نديروا لهم حجج ونخليهم مره مره يتحركوا في القسم، باش ما يحسش بداك الملل وما نلقاوش معاهم مشاكل في القسم. اول حاجه غنقولي نوض مسح السبوره، ونوض فرق الدفاتر على التلاميذ، نوض جمع ليا الدفاتر، يعني في هذيك الحصه فين ما يجلس واحد نص ساعه ولا ربع ساعه كامله نخليه ينوض ياخد الحركه ديالو ويعاود يرجع يجلس. ثاني حاجه الاطفال اللي كيكون عندهم صعوبه التعلم بحال مثلا في الكتابه، راه خصنا ضروري نتبعوا لهم مع التربيه، مع الاخصائيه ديال التربيه النفسيه الحركيه، هي اللي كتساعدهم وهي اللي كتعطيك بعض الطرق باش الطفل كيولي تيكتب. ثاني حاجه الاطفال اللي كيكون عندهم مشكل ديال القراءه، راه كنركزوا ليهم على شي حوايج وحدين اخرين، بحال مثلا هو تيكتب مزيان وعنده الكتاب ديالو مقاد وكل شيء، ولكن عنده مشكل في النطق وعنده مشكل في القراءه، انا ما غنركزش لي على هذيك القراءه باش ما نخليش يحس بداك لي شيك. دائما غنبقى نشجعه على هذيك الكتابه اللي كيكتب مزيان، وعلى هذاك وعلى التمارين اللي هو كيخرجهم ومواظب عليهم. ثاني حاجه التلاميذ اللي كيكون عندهم بحال مثلا عسر في الرياضيات، راه كاينين طرق باش كنتعاملوا معاهم، حيت من الاحسن كنتعاملوا معاهم باشياء وظيفيه وملموسه، يعني كيشد في يديه باش كيخدم بها، حيت ما يمكنش ليا انا نقول واحد الدري يحسب ليا شي حوايج ولا يخدم ليا لا كالكول وما عندوش، فهمتي؟ يعني غادي نحاول نعطي شي حوايج اللي هما ملموسين، بحال مثلا في عمليه القسمه غنشد انا داكشي يكون ملموس، وبحال مثلا التفاح ولا لي بونبون ولا هذا، وغنعطيهم لي وغنقول لي هاد شحال عندنا من تلميذ في القسم، عندنا 30، هنا عندنا 35 ديال لي بونبون، هكا قسم لي 35 على هاد 30، وكيفرق كل واحد هو كيشوف لي شحال الباقي، وداكشي اللي خرج هو الخارج. يعني كاينه واحد التربيه خاصه بالنسبه لهاد الاطفال، هي صعيبه واحد شويه لحقاش كنجزئوا لهم المعلومه وكنبسطوها وكنديروا لها واحد الشيناج اللي هو كبير، باش الدري كنحاول نوصل ليه هذيك المعلومه. يعني ما يمكنش ليا غادي نجي ونعطيها لي بحالو بحال التلاميذ الاخرين وهو عنده مشكل. كاين التلاميذ اللي عنده عسر في الحركه، يعني كتقول لي استاذه انت مالك ثقيل وتسربي دغيا والدراري كلهم سالا وانت مازال ما ساليتيش. عفاك استاذه، هذاك التلميذ الا دار لي تشخيص وعرفنا راه عنده عسر في القراءه، عسر في الحركه، يعني غير بشويه عليه، ودائما تعطيه الوقت زايد على التلاميذ الاخرين. يعني ما يمكنش هو عنده عسر في الحركه وانا غادي نبقى كنزربه باش يكون كيسالي ليا قدو قد التلاميذ الاخرين. كاينين تلاميذ اللي هما ما تيكتبوش ولكن كيقدروا يخدموا بداك الشيء اللي تاكسيل، بحال التليفونات، بحال البيسي، بحال هذا. بحال انا كان عندي واحد التلميذ اللي هو عنده مشكل في يديه، عنده مشكل ديال لاموتريس يدي، ما كيقدرش يشد ستيلو مزيان في يديه، ولا كتب يا اما كيكتب ليا كبير يا اما كيكتب ليا صغير. درنا بيسي ولا كيكتب فيه وكيخرج فيه التلاميذ، والاستاذه والمرافقه كتامبريمي ليه، يعني هذيك لا ديكتي ولا هذاك التمرين، وكيدي وكيلصقوا في الكتاب ديالو، والحمد لله يعني مشى مزيان، حيدنا هذاك لي شيك. التلميذ كيعرف يقرا وكيعرف يحسب وكيعرف هذا، عنده مشكل غير في الكتابه، وعلاش ما نديرش ليه بيسي؟ الا الاساتذه اللي كيكون ما عندهمش امكانيات، ولا الوالدين ديالهم ما عندهمش امكانيات، غنعلمهم بشويه بشويه، ودائما نحفز الجهه اللي هي عنده طالعه باش الدري يتماشى معانا. عنده القراءه، عنده الكتابه وما عندوش قراءه، غنحفز هذيك القراءه ونخدم معاه الكتابه. يعني كل حاجه بوحديتها، ونتمنى نكون فدتكم،
وان شاء الله الا عندكم شي اسئله خليهم ليا في لي كومونتير، ولا عجبكم الفيديو ديروا جيم، وانا معاكم حتى الى تنوصل لكم جميع المعلومات اللي نتوما محتاجين ليهم. والله يعاونكم. سلام عليكم.